وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقرأين يا مشرفة؟ أقرأ كتابا عن حضارة المسلمين، كانت حضارة عظيمة تقدم في الطب والرياضية والجغرافية والفلك والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم الإنسانية. لماذا تقدم حضارة المسلمين حتى أصبحت حضارة عظيمة؟ لأن المسلمين حينذاك كانوا يجتهدون في القراءة واكتساب المعرفة، إما قراءة الكتب أو قراءة القوم، كما أنهم يقومون بترجمة العلوم من الحضارة الأخرى. هل تستطيعين أن تذكري أمثلة عن العلماء المسلمين المذكورين في أسر تقدمي حضارة إسلامية؟ نعم، منهم جابر بن حيان في الكيمياء وابن هشام في الفيزياء والبيروني في علم الفلك وأبو بكر الرازي وابن سينا في الطب والهوارزمي في الرياضية وغيرها. ما شاء الله، يا لها من حجرة عظيمة. نعم، أنها حجرة عظيمة.